أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلهم أو أقل قليلا. مضت سنوات في هذه المؤسسة وأنا أحن إليها وأحن إلى من قضيت معه زهرة عمري. كان يمكن أن لا أكون معلما، أنا أفضل كلمة معلم على أستاذ. كان يمكن أن لا أكون معلما، كان يمكن أن أكون ممارسا لمهنة من المهن، وأنا أحترم كل المهن الشريفة وأحترم الشرفاء من أصحابها. كان يمكن أن لا أكون معلما، كان يمكن أن أكون نجارا أو ممرضا أو ولكن لست أدري شيئا لي أم شئت أن أكون معلما. والتعليم مهنة المعاناة، نعم التعليم مهنة المعاناة، ولا يعرف وزن هذه الكلمة إلا من مارس هذه المهنة. نعم مهنة التعليم مهنة المعاناة، وأكررها للمرة الألف. فالمعلم يعاني في نشر المعرفة العلمية، يعاني في تعليم النشأ أبجديات الاندماج في المجتمع. قلت وما أشبه المعلم في هذه المعاناة بسيزيف وبروميتيوس، معاناة سيزيف مع الصخرة ومعاناة بروميتيوس مع النسر. هذه من الأساطير التي يتبين فيها كما يذهب إلى ذلك ألبير كامي في أسطورة سيزيف إلى صعود الإنسان الذي يعاني أمام المعاناة، يواجه المعاناة بالصمود، يواجهها بالتحدي. وحتى لا أطيل زملائي زميلاتي، أيها السيزيفيون والسيزيفيات، أيها البروميتيوسيون والبروميتيوسيات، لكم مني سلام، ولكم مني ألف سلام وتحية احترام. أدعوكم إلى مواصلة الصدور ومواصلة التحدي في مواجهة مهنة المعاناة، في مواجهة مهمة نقل ألح على المسألة، في مهمة نشر المعرفة العلمية، لأن في المعرفة العلمية ما سينهض ببلدنا، ونحن نحب بلدنا ونريده أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، وهذا حلمنا ولن تتخلوا عنه. ارفعوا مشعل التحدي والصمود، وشكرا.